الفائز بالمركز الثاني، دكتور وائل محمود مدير حاضنة الجامعة اليابانية والأستاذ المشارك بكلية هندسة التصميم الإبداعي. أهلا أهلا يا دكتور وائل. أهلا بحضرتك وشاكرين لحضرتك ده احنا اللي شكرا وألف مبروك. عايزين نعرف إيه الابتكار اللي حضرتك عملته برضو في هذا الصدد. الموضوع بمنتهى البساطة، الواد النيل من 95% ل 97% مية، فالتجميع بالوسائل الميكانيكية تجميع مش ناجح، لأن أنت بتجمع مية بطبيعة وبالتالي التكلفة عالية جدا زي ما قال الدكتور. القصة إن هو إن إحنا بنجمع ورد النيل عن طريق مركب في النيل، والمركب بتقوم بعصر الورد النيل أثناء تجميعه، وبعد فلترة المية اللي بتطلع منه المية بترجع للنيل تاني، وبيفضل بس على المركب المادة الصلبة اللي تم استخلاص كل المية منها، وبالتالي تكلفة الجمع الميكانيكي بقت 1/20 ل 1/30 من تكلفة الجمع الميكانيكي العادي للكركات. هايل. القصة ان المركب ممكن تقعد في بحيرة المنزلة مثلا او في النيل تقعد بالشهور، لان انت هتبتدي تخدم عليها بمركب تانية بتشيل منها الحاجات السوليد اللي عملتها بعد عملية العصر. وبالتالي تكلفة الحفاظ انخفضت لحاجة اقتصادية جدا، وفي نفس الوقت السيستم بتاع العصر بيقطع ورد النيل اجزاء صغيره جدا لا يمكن انها تنمو مره ثانيه، وبالتالي بيقضي على مشكله ان انت ورد النيل بيتكاثر عن طريق لما تقطع حتت صغيره منه بيطلع من ورد النيل. أيوه. لكن اثناء العصر انت بتحطم الورد النيل لحاجات صغيره جدا لا يمكن انها تنمو، وبالتالي بتقلل فرصه ان هو يحصل اعاده اكسار الورد النيل اثناء عمليه الجمع. سؤال صغير بقى، الالياف الناتجه عن عمليه العصر اللي هي او بواقي عمليه العصر، هل دي ممكن يتم استخدامها كاعلاف للماشيه على سبيل المثال ولا ما تنفعش؟ بص حضرتك، المشكله ورد النيل ليه ميزه واحده بس، يمكن هي الميزه الوحيده اللي فيه، انه بيجمع الهيفي ميتال من الميه. وبالتالي مش هينفع المواشي كده. ميه النيل طالما قدرت تجمعه. المشكله في السوليد ماتيريال اللي هتتجمع بعد عمليه العصر ان هيبقى فيها غالبا هيفي ميتال، وبالتالي هيبقى غير جيد انه الماشيه او الحيوانات اللي احنا هتترسب فيها وبعدين هتنتقل لنا، ده غير انها هتضعفها اصلا ممكن تموتها يعني. ده غير ان الكميه صغيره جدا، انت متخيل حضرتك ان ال 20 طن هيرسوا على طن واحد بس او اقل من الطن. اقل كمان، لانه لو 95 97% خلاص 3% الكميه اللي هتجمعها مثلا من ترعه كامله هتبقى كميه صغيره جدا ما يكتمل عليها حاجه اقتصاديه، ممكن نحولها لوقود مصبعات او حاجه زي كده ونستخدمها في كوقود بديل او بايوماس. عظيم. ده جداً. الحل اللي ممكن يكون امثل يعني. وارد جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا دكتور وائل محمود مدير حاضنه الجامعه اليابانيه والاستاذ المشارك بكليه هندسه التصميم الابداعي.